ولنقاش ملف المعتقلين والمغيبين قسرا في العراق ومصيرهم بعد مرور أعوام على تغييبهم، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من العاصمة الأردنية عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور أيمن العاني. أهلا بكم دكتور. حياك الله وبياك، أهلا وسهلا. دكتور، بعد مرور سنوات على تغييب الشباب والرجال والكهول من كل الفئات من هذه العائلات، كل فرد منهم من عائلة، ما مصيرهم وإلى متى ستستمر هذه المعاناة، ولماذا لم يتم الكشف حتى الآن عن مصيرهم على الأقل؟ تحية لك يا أختي الفاضلة وللمشاهدين الكرام. حقيقة ملف الاختفاء القسري في العراق هو ملف معقد وملف متراكم، يحوي عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من القضايا. تعرفين جنابك أنه يعني الاختفاء القسري هي جريمة تحدث من قبل أو على أيدي القوات الحكومية أو الميليشيات الموالية لها أو المجموعات المسلحة التي تعمل بترخيص من الحكومة أو بعلمها، وبالنتيجة لا يتم الاعتراف بهذا الاعتقال ولا يتم الكشف عن مصير أو مكان تواجد الضحايا. وهذه هي الطامة الكبرى، لأن هذه الجرائم هي جرائم مركبة تشمل الاعتقال والعزل عن العالم وبطبيعة الحال التعرض للتعذيب، ومع الأسف الشديد الكثير من هذه الحالات ينتهي بها المطاف إلى الوفاة. فهنا الحكومة معنية بهذا الموضوع، لذلك هي لا تريد، غير راغبة أو عاجزة عن التعامل مع هذا الملف. وإلا قبل سنة من الآن، أكثر من سنة من الآن، تعهد رئيس الحكومة التصريف الأعمال أنه يتم الكشف عن مصير المغيبين، ووعز في حينه إلى وزارة الداخلية. ما الذي حدث؟ الأمر لو كان في جدية في التنفيذ لا يستغرق هذا الموضوع أيام قليلة، إن لم يكن يعني يوم أو يومين. لكن ماذا حدث؟ إلى اليوم لا يوجد أي تصريح، بل هنالك في الكواليس في المجالس المغلقة يقول الكاظمي أنه أنسوا ملف المعتقل المغيبين، وكأنها رسالة إلى ذوي آلاف، عشرات الآلاف. الحقيقة نحن نتحدث عن معتقلي أو مختطفي السقلاوية، وهنالك أكثر من 30,000 مغيب في من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالة. هؤلاء جميعهم مصيرهم لا يزال مجهولا، لا توجد قاعدة بيانات في السجون الحكومية. هذا أيضا موضوع آخر حقيقة يثير يعني تساؤلات كثيرة، لماذا لحد هذه الساعة لا توجد بيانات أو قاعدة بيانات للسجون أو لأسماء المعتقلين؟ وهذا طبعا بطبيعة الحال يعني يحيلنا حقيقة إلى ملف المقابر الجماعية وملف السجون السرية، وهذه منتشرة، مئات السجون السرية يتم الكشف عنها. هذه السجون للأجهزة الحكومية والميليشيات والأحزاب المتنفذة، إضافة إلى ذلك ملف المقابر الجماعية لا يمكن أن يتم حله، لأن هذا الأمر أيضا متعلق بمنوال وسيرة القوات الحكومية والميليشيات التي تساندها، وما فعلت حقيقة من جرائم كبيرة بحق أهالي المحافظات التي باتت منكوبة بفعل العمليات العسكرية الكبرى. دكتور، هناك حديث عن تعويض عائلات الشهداء أو الذين يجبرونهم على أنهم أن يعتبرونهم شهداء باعتبار أنهم غيبوا، إلى أي مدى ستعوض تلك القيمة المالية تغييب فرد من أفراد العائلة الذي كان الأب أو الأخ أو الزوج للعائلات العراقية؟
حقيقة هذا التعويض يعني والجبر هذا لا يمكن أن يعني يعوض عن المفقود وعن الشخص الذي غيب والظلم الذي وقع على صاحب على الضحية وعلى ذوي الضحية أيضا، لأنه هذه الجريمة يعني لا تستثني ذوي الضحية، لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على حياتهم. غياب المعيل يعني بداية المأساة وبداية الشعور بالشتات وضيق اليد والمآسي المتركبة على ذلك في على الصعد جميعا. فهذه الحقيقة الجبر الذي تتحدث عنه الحكومة، أولا يعني لا يمكن أن يعوض المفقود كما ذكرت، ثانيا هي الحقيقة مسائل لتسكيت أو لإسكات حقيقة لإسكات ذوي الضحايا في بعض المناطق، لأنه الحكومة هنا تتعامل مع هذا الملف بصبغة طائفية واضحة. معلوم أنه جميع هؤلاء الضحايا هم من المكون العربي السني، والحكومة هذا يعني مع الأسف الشديد نحن نتحدث بهكذا منطق، لكن هذا هو الواقع لتشخيص الضحايا ولتشخيص الجنات. هذا تعامل طائفي لا يمكن للحكومة بأي شكل من الأشكال، بالعكس هي تعمل على ابتزاز ذوي المختفين واستغلال هذا الملف من قبل السياسيين، ولا سيما في مسألة الانتخابات وما شابه ذلك، وكله حقيقة لا يفضي إلى أمر يؤدي بالنتيجة إلى معرفة مصير هؤلاء الضحايا وتوفير بعض الطمأنينة إلى ذويهم. نعم. كان هنالك في سابقة جديدة عن وسائل التعذيب في السجون الحكومية، وسيلة جديدة تداولتها الأنباء اليوم عن تسميم بعض المعتقلين حتى الموت. ما مدى خطورة استخدام مثل هذه المواد وتعذيب المعتقلين دون وجه حق في السجون؟ طبعا ملف التعذيب في السجون هو يعني ملف كبير، وملف حتى باتت الجهات المحسوبة على الحكومة تطالب بتدويله، لأنه مسألة واسعة ومسألة ممنهجة في جميع السجون الحكومية المعلنة. والقتل أختي الفاضلة هو جريمة يعني بغض النظر عن الوسيلة أو الأداة المؤدية لها، إلا في حالة التسمم حقيقة، لأنه هنا هذه الطريقة يعني تظهر الطبيعة الوضيعة والخسيسة للجنات تجاه أشخاص مسلوبي الحرية حبيسي الجدران لا يملكون من أمرهم شيئاً، وهؤلاء يدسون لهم السم سواء في الطعام أو في الشراب أو عن طريق الحقن أو عن طريق الهواء، هذه كلها سبل لتحقيق هذه الغاية. لكن مع الأسف الشديد يعني التراكم في ملف الإفلات من العقاب استدعى من الجنات التفنن في تنفيذ جرائمهم، وهذا ضرب من ضروب التنفيذ البشع لجرائم إزهاق الحياة وحرمان الأشخاص من الحق من الحياة، وهو أول الحقوق الإنسانية الواجب حمايتها من قبل السلطات الحكومية التي يعني هي تتحدث عن أنها جاءت عن طريق صناديق الاقتراع وتعد نفسها شرعية، ولكن مع الأسف الشديد ما هو المخرجات التي لدينا؟ لدينا مئات الآلاف من السجناء الأبرياء يعني تستفرد بهم الميليشيات وإدارات السجون التابعة لهذه الميليشيات، وملف التعذيب مثل ما ذكرت يعني نعم الحقيقة ملف مؤلم جدا،
ويحمل من المعاصي ومن الآهات ما يعني حقيقة تنوء به الجبال. شكرا جزيلا لكم دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، حدثتنا عبر خدمة سكايب من العاصمة الأردنية عمان.